السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، في ثاني حصة من حكايتنا كبش العيد. إذا وكما العادة نتعرف أولا أهداف درسنا. إذا أهداف درسنا هي قراءة الرصيد اللغوي، استرجاع أحداث الحكاية، استحضار عناصر الحكاية، اكتشاف البنية السردية للحكاية، البداية، التحول، المشكل، حل المشكل، ثم النهاية، ثم توظيف مفردات الحكاية توظيفا متنوعا وسليما. إذا أولا سنبدأ بقراءة الرصيد اللغوي. إذا لنقرأ معا: عاد، اشترى، أوصى، يلعبان، ستقدمين، سأعتني، استأنس، حلت، صبيحة، صدقت، ننقذ، أفرغ، تفقد الأب الكبش، فر، انطلق البحث، لم يعثروا، يصيح. نعم، أعيد قراءة الرصيد اللغوي مرات متعددة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى استرجاع أحداث الحكاية. ماذا تتحدث الحكاية؟ نعم، إذن تتحدث الحكاية عن كبش العيد الذي تعلق به أحمد وأخته ليلى منذ شرائه من سوق المواشي وإحضاره إلى المنزل، حيث قام بإخفائه صبيحة يوم العيد في دولاب في غرفتهما حتى لا يتمكن والدهما من ذبحه. وبالفعل عاد الأب من المصلى ولم يجد كبش العيد، فبحث عنه في كل مكان إلى أن فقد الأمل في إيجاده. حينها خرج الكبش من غرفة الطفلين، ففرح الأب كثيرا برؤيته، وعرف أن أحمد وليلى هما من قاما بإخفائه، ومع ذلك ابتسم لأنه تفهم شدة تعلقهما به. إذن هذه هي أحداث الحكاية. إذن تعالوا معي الآن لنسترجع عناصرها. وعناصر الحكاية كما تعودنا هي الزمان، شخصيات، المكان، ثم الأحداث. إذن من يذكرني بزمن الحكاية؟ متى وقعت أحداث الحكاية؟ نعم، إذن أحداث الحكاية وقعت في اليوم الذي تم فيه إحضار الكبش إلى المنزل، وأيضا صبيحة يوم العيد. ننتقل إلى الشخصيات. إذن ما هي شخصيات الحكاية؟ من يذكرني بشخصيات الحكاية؟ نعم، أحسنتم، عندنا الأب، الأم، أحمد، ليلى، ثم كبش العيد. الآن ننتقل إلى المكان. ما هي الأمكنة التي ذكرت في الحكاية والتي دارت فيها أحداث الحكاية؟ نعم، عندنا سوق المواشي، فناء الدار، غرفة الطفلين، المصلى، الدولاب، ثم منازل الجيران. أحسنتم، ننتقل الآن إلى الأحداث. إذن أحداث الحكاية هي: أولاً، عاد أحمد وأخته ليلى من سوق المواشي، ربط الأب الكبش في فناء الدار، استأنس الطفلان بكبش العيد، حلت صبيحة يوم العيد، استيقظ أحمد باكراً، أفرغ الطفلان الدولاب وأدخل فيه كبش العيد، عاد الأب من المصلى، فر الكبش، تسمر كل من أحمد وليلى في مكانهما. نعم، أحسنتم. الآن سنستمع إلى الحكاية. عاد أحمد وأخته ليلى من سوق المواشي مع والدهما، وكانوا قد اشتروا كبش العيد. ربط الأب الكبش في فناء الدار، وأوصى أحمد وليلى بالاعتناء به وعدم الاقتراب منه. قالت ليلى: انظر يا أحمد، كبشنا مليح وأقرن، هل أعجبك؟ نعم يا أختي، أنت ستقدمين له الأكل وأنا سأعتني بتنظيف مكان جلوسه.
استأنس الطفلان بكبش العيد صار لا يفارقانه إلى أن حلت صبيحة يوم العيد. استيقظ أحمد باكرا وأيقظ أخته وقال لها: أبي سيذبح صديقنا كبش العيد ولن يكون لنا صديق نلعب معه بعد اليوم. صدقت يا أخي، ولكن ما العمل؟ لقد فكرت في خطة ننقذ بها صديقنا كبش العيد. وما هي؟ أفرغ الطفلان دولابا كبيرا كان مخصصا للأغراض القديمة وأدخل فيه كبش العيد وأحاطاه بأفرشة بالية. قال أحمد: هذه هي خطتي يا ليلى، لن يجد أبي كبش العيد. وحين عاد الأب من المصلى تفقد كبش العيد فلم يجده في مكانه، فصاح: لقد فر الكبش، أين أنت يا أحمد؟ أين ذهبت يا ليلى؟ حضر الطفلان وانطلق البحث عن كبش العيد في منازل الجيران وفي كل مكان، فلم يعثروا له على أثر. وبينما جلس الأب يفكر فيما سيفعله، إذا بكبش العيد يخرج من حجرة الطفلين وعلى ظهره أغطية قديمة وهو يصيح: باء باء باء. فرح الأب وقام إلى الكبش يعانقه، بينما تسمر كل من أحمد وليلى في مكانهما. قال الأب: أنتما من أخفى كبش العيد. أجابت ليلى: نعم يا أبي، سامحنا. قال أحمد: لقد أحببناه كثيرا يا أبي. ابتسم الأب وقالت الأم: عيدكم مبارك سعيد. نعم، إذن بعد أن استمعنا إلى الحكاية، الآن سنقوم بتحديد البنية السردية للحكاية. إذن كما نعلم جميعا، فعناصر البنية السردية تتكون من البداية، تحول، المشكل، حل المشكل، ثم النهاية. نعم، أحسنتم. دعونا الآن نتعرف على البداية. نعم، بداية حكايتنا، وذلك بالإجابة على السؤال التالي: إذن من أين عاد أحمد وأخته ليلى؟ نعم، الجواب: عاد من سوق المواشي بعد أن اشترى والدهما كبش العيد. نعم، ننتقل الآن إلى التحول. إذن هل استأنس الطفلان بكبش العيد؟ الجواب: نعم، استأنسا به وصارا لا يفارقانه أبدا. ننتقل الآن إلى المشكل، ذلك بطرح التساؤل التالي: ماذا حصل عندما عاد الأب من المصلى؟ ماذا حصل؟ الجواب: عندما عاد الأب من المصلى تفقد الكبش ولم يجده في مكانه. إذن المشكل هو اختفاء الكبش. نعم، ننتقل الآن إلى حل المشكل، وذلك بطرح التساؤل التالي: من أين خرج كبش العيد؟ الجواب: خرج كبش العيد من غرفة الطفلين وعلى ظهره أغطية بالية. إذن الحل وهو خروج الكبش من غرفة الطفلين. ننتقل الآن إلى النهاية. إذن ماذا قالت الأم في نهاية الحكاية؟ نعم، قالت الأم في نهاية الحكاية: عيدكم مبارك سعيد. نعم، أحسنتم. ننتقل الآن إلى توظيف مفردات الحكاية، وكما تعلمون جميعا حكايتنا غنية مجموعة من المفردات. إذن لا مشكل أن نوظف بعضها في سياقات أخرى. إذن وذلك بالجواب على السؤال التالي: بماذا أحاط الطفلان كبش العيد حينما أدخلاه إلى الدولاب؟
بماذا أحاط الطفلان كبش العيد حينما أدخلاه إلى الدولاب؟ إذن أجيبوا عن هذا السؤال. نعم، الجواب: أحاط الطفلان كبش العيد بأفرشة بالية. نعم، إذا الكلمة المقصودة عندنا هنا هي بالية. إذن هذه الكلمة كلمة بالية، سنقوم بتحديد معناها. ماذا نقصد بها؟ معناها أحاط الطفلان كبش العيد بأفرشة بالية، ماذا نقصد ببالية؟ أو يرتدي المتشرد مثلا لباسا باليا أو ألبسة بالية، ماذا نقصد ببالية؟ نعم، معناها قديمة، معناها قديمة، بالية قديمة ورثة. إذن كلمة بالية سنقوم بتركيبها في جملة مفيدة. إذن ركبوا كلمة بالية في جملة مفيدة. نعم، في دفتر المنزل. وقفوا الفيديو وركبوا الكلمة في جملة مفيدة. إذن صحيح. إذن يرتدي الطفل ثيابا بالية، بمعنى قديمة ورثة. نعم، يرتدي الطفل ثيابا بالية. ننتقل إلى السؤال الثاني: ماذا فعل الطفلان حينما خرج كبش العيد من غرفتهما؟ ماذا فعل الطفلان حينما خرج كبش العيد من غرفتهما؟ الجواب: حينما خرج الكبش من غرفة الطفلين تسمر كل واحد منهما في مكانه. حينما خرج الكبش من غرفة الطفلين تسمر كل واحد منهما في مكانه. إذن الكلمة المقصودة هي تسمر. إذن كلمة تسمر سنحدد معناها وسنركبها في جملة. إذن تسمر، حددوا ما معناها، ماذا نقصد بها، ثم ركبوها في جملة بسرعة في دفتر المنزل. أوقفوا الفيديو ثم أنجزوا التمرين. إذن بعد أن أنهيتم سنصحح. إذن معنى كلمة تسمر بمعنى وقف جامدا في مكانه. وقف جامدا في مكانه، تسمر بمعنى وقف جامدا في مكانه. سنركبها الآن في جملة. تسمر أحمد أمام شاشة التلفاز. تسمر أحمد أمام شاشة التلفاز. ننتقل للسؤال الموالي: ماذا قال الأب للطفلين حينما رأى الكبش يخرج من غرفتهما؟ نعم، الجواب: قال الأب للطفلين: أنتما من أخفى كبش العيد. إذن الكلمة المقصودة هنا هي أخفى. الكلمة المقصودة هي أخفى. إذن أخفى سنقوم بتحديد معناها وسنركبها أيضا في جملة مفيدة. نعم، إذن أخفى، ما معنى أخفى؟ نعم، أحسنتم، أخفى بمعنى خبأ. نركبها في جملة الآن. أخفى سعيد لعبته في الصندوق. أخفى سعيد لعبته في الصندوق. أحسنت. نعم، الآن سننتقل إلى اكتشاف الفعل الكلامي المروج في حكايتنا. نعم، وذلك بطرح السؤال التالي. السؤال يقول: من أين عاد أحمد وأخته ليلى مع والدهما
وماذا اشتروا؟ الجواب: عاد أحمد وأخته مع والدهما من سوق المواشي، وكانوا قد اشتروا كبش العيد. نعم، أحسنتم. إذن بعد أن اكتشفنا الفعل الكلامي المروج، سنقوم بتوظيفه. عندنا عاد أحمد وأخته ليلى مع والدهما من سوق المواشي، وكانوا قد اشتروا كبش العيد. إذن سنقول في صيغة المفرد المذكر: عاد وكانوا قد، ثم في صيغة المؤنث: عادت وكانوا قد. أتمموا الجمل بالكلمات المناسبة في سياقات أخرى، نوظف الفعل الكلامي في سياقات أخرى. نعم، إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا. ألقاكم في الحصة المقبلة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.